تعالى يا حبيبي، نورت بيتك بس هديت حيلي. تعالى. اهلا. ست الكل، ست الكل، ست الكل، ست الكل يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ حبيبتي نورت بيتك، نورت بيتك حبيبتي. حبيبتي اخصح عليك بقى، كل ده يحصل من بالليل لغايه الصبح وما تقوليش حديث. فاهم يعني ان انا ما اقدرش اعمل لك حاجه؟ ما رضيتش اتعبك يا ست الكل. لا انا زعلانه منك. ما خلاص يا حاجه، الحمد لله ربنا فك سجنه، كفاره دوده. مش عايز اسمع حسك تاني. حاضر يا ستي، هبقى اسمعك حكيم. ولا انت صحيح ايامك كانت طالب؟ الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك يا حبيبي. ايش ياك يا حبيبي؟ الله يخليك يا حبيبي. قميص ده يلزمني. عينيا عينيا. الحمد لله على السلامه يا بابا. هو بلسي شوف فيني شنطه من دول يا ولد. استنى خد نفسي. خلاص يا ده قال لك هستحمى ويديك البلاي ستيشن. بلاي ستيشن سلم على جده يا عم. حبيب جده اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا انكل، ليك وحشه كبيره والله. انت كمان قوي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا بابا. بس النهارده ليله العيد ومش عايزه تضيع عليا، والنبي ما تزعلش مني. تعالى هنا يا داوود. ولا بتقعدوا يا جماعه واقفين ليه؟ ده حتى الراجل جاي من سفر. يا تعب يا ماما. والله يا حبيب ماما انا كمان حاسه ان ربيتك. مين دي؟ انا دعاء يا بابا. دعاء مين؟ ما تخافش يا بابا، دي دعاء بس تقريبا كده اتحرقت. انا دعاء بنتك. خلاص يا بنت خلاص، خوفت ابوكي. وبعدين ايه اللي انت مهببها في وشك ده؟ صحيح وساخد حله؟ ده روتين بشرتي وشعري يا خالو. اتفضلي. ده روتين حياتي. اجري اعرف ده ليه كده يا بابا. دي برضو معامله برضو تعملها لي انا برضو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا انت شاهد يا رب ان هما بيبوظوا لي روتين حياتي. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا باي باي. حسبي الله ونعم الوكيل. مع السلامه. اهي وقعت، خدت الشر وراحت. امال في الملك؟ دي تلاقيها نايمه يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا دوده، نورت بيتك. الله يسلمك يا حبيبي. انت جيت امتى ماما؟ امبارح بالليل، ومن ساعتها ما نمتش بسببك. يا حبيبي نقفلك من فرحك كده يا عم؟ عادي ما فيش مشكله. يعني هي اول مره؟ مش فاكر ليله فرحك لما استنى البدله بتكوي من عند المكواجي وفي الاخر جت وادالي عليها الشربات. ابوك ادالي عليه الشربات كله. اخرس يا ساتر. اخرس كده يا ساتر. قول لي يا حبيبي انت خرجت ازاي؟ قلت لهم ان انا امك؟ لو كان قال لهم كده ما كانش خرجوه ابدا. ما تنكشهاش بقى، انا هعيشها عنك بالعافيه. يا سيدي لا تحوشها ولا نيله، انا داخل انام. الحمد لله على السلامه دوضار. الله يسلمك يا حبيبي. نبقى نفتح بقى الشنط ونشوف هتديني ايه بقى. عينيا عينيا. نمت عليك حيطه. على فكره سامعك. ماما عايزه اخش الحمام. يلا يا حبيبي يلا. تعالى. ياسمين يا حبيبتي. جهزي يا عمرو يلا عشان نروح. حاضر. معلش يا حبيبتي كان يوم متعب. ولا يهمك. حنين قوي. تيتا تيتا في عينك قليل الادب. يا جماعه احترموني قدام مراتي وابني شويه، مش كده؟ جري يا شيخ ما تخليك قاعد معانا يا اخي، البيت واسع. يا بابا ما ياسمين وعمرو ما بيعرفوش يناموا هنا، وبعدين عشان حضرتك ترتاح يا حبيبي. جري يا شيخ، ياسمين وعمرو يقعدوا في اي مكان انت فيه. ايه يا بابا اللي حصل يعني؟ انت مكبر الموضوع قوي، احنا مروحين عادي. خلاص يا حبيبي، خلاص يا حبيبي. ماما تعالى انا عايزاك قومني، انا مش قادره اقوم. قومي يا حبيبي. قومني ظهري اتقطم اللي حصل لي النهارده. يا حبيبي سلامتك. وحشانة يا ست الكل. منور يا حاج. حبيبي مشرفين. الله يسلمك يا ماما. منور والله. يا ماما ده هو بابا هيسلمني ويحطني في دماغه من اولها؟ عايز امسك في مراتي. معلش يا حبيبي كبر دماغك. رايحه فين يا دهب؟ رايحه اوضب شعري، مش عاجبني الأنبيع اللي فوق دماغي ده. الأنبيع اللي فوق دماغها؟ والنبي يا ماما ما تبقيش تخليه بقى يحرجني قدام ياسمين وعمر. يا ماما والله العظيم ما هاجي لكم لغايه ما يمشي. لا والله لو ما جبت عمرو انا زعل منك، ده نور عيني اللي بشوف بيها. امسك امسك كل سنه. خلي يا ماما بقى حاجه بسيطه كده. طيب يا حبيبتي كام دول؟ خدهم ببركتهم بقى، كل سنه وانت طيب. اعمل لك كحكتين وشويه شاي بلبن وحتتين الغريب. لا يا حبيبتي ربنا يخليك، انا مش قادر احط حاجه في بقي خالص، مفيش حاجه هقدر ابلعها. طبعا من ساعه اللي حصل لك. بس هو احنا اللي كنا جبناهولك ولا كنا احنا اللي جبناهولك؟ هو انا مش انت ازاي تركب الطياره ومعاك بودره صراصير وبودره ثلج وشويه ادويه ملهمش اي 30 لازمه ولا كريم التسلخات؟ انا عايزه افهم، ابنك كان راكب الطياره معاك كريم تسلخات بيعمل بيه ايه يا دهب؟ جرى ايه يا دلال؟ انت عماله بتوبخي في الراجل. ما كويس الحمد لله انه خرج بالسلام. الا قول لي صحيح، هو انت عندك تسلخات؟ جري يا ماما يا ناقصه بقى، مش مستحملك والنبي الله يخليك. بقول لكم ايه، انا تعبانه ومش قادره اقف على ركبي. انا هقوم انام، انا تعبانه جدا. تصبح على خير يا ماما. ده تصبح على خير يا ماما. يا لهوي انت من قالوا نورت بيتك. الله يخليك يا حبيبتي. لا بقول لك انت تاخد شاور قبل ما تنام. ايه ده بابا؟ الحمد لله على السلامه. كنت فين؟ خارجه مع ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ وانا اللي فكرك نايمه جوه؟ ايه اللي اخرك؟ دهب؟ ايه اللي اخرها لحد دلوقتي يا دهب؟ انا
جرى ايه؟ جرى ايه يا اخوانا؟ انتوا هتتخانقوا على اخر الليل ولا ايه؟ تعالى ده احنا دلوقتي في العيد، تعالى اقعد كده وتعالى قول لي بس انت خرجت منها ازاي؟ خرجت ايه وبتاع ايه يا ماما انت الاخرى؟ انت في ايه؟ يعني ابوك كان هيتحبس وانت خارجه مع اصحابك؟ تحبس ايه يا بابا؟ انا معرفش حاجه، يا جماعه محدش فيكم قال لي حاجه اصلا. الساعه كام؟ ايه يا هانم؟ انت سايب اللي احنا فيه ده؟ ده سايب ايه وعمال تزعقلي من الصبح؟ اسمع بقى، انا الليله خلصت بالنسبه لي، وبكره ان شاء الله انا بقى نفتحها من اول وجديد بالخناقه اللي انت عايزها وتودي اي طريق انت عايزه. اوعي سيبيني بقى جبتي لي الكلام يا شيخ. هي خلاص بقت الزعيق. ايوه هو بقت الزعيق. ماشي. بنت ما قالتليش هي راحت انهي فيلم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.